السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا اول طلوعي على السطح الصبحي، الصبح كده، مش الصبح، الظهرية بصراحة. المهم ايه، نفتح بس للفراخ البيضة بتاعتنا عشان ايه ندخل لها شوية هواء ونطمن عليها. حبايب قلبي اللي بيشوف قناة الاول مرة يشترك فيها ويحط لنا لايك جميل كده. طبعا البطة ايه طلعت بره عملت حمام اهي، مجهدلة الدنيا. اللهم صل على النبي، اللهم نيرك. بصوا اكتر حاجه بتبقى مخوفاني الكتاكيت البيضة دي، ليه بقى؟ من الحر. اللهم صل على النبي. بصوا بقى فيه ايه صدمه، احنا طلعنا لقينا حاجه قدامنا. يا ترى ده كتكوت ايه؟ بصوا بقى، ده كتكوت بلدي، ده كتكوت بلدي يا جماعه. دهوسوا عليه، حصل له ايه؟ انا مش فاهمه. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. مش عارفه الكتاكيت البلدي ليه بتموت ورا بعضها كده. تعالوا نبص على الفرخه اللي بقى، البطه اللي بقى بقى كده، عشان انا حطيت تحتيها امبارح بيض من بتاع البطه اللي كانت راقده، فكنت شاكه ان في حاجه منهم هتطلع. اللهم صل على النبي. دول الكتاكيت اللي هم ايه، الكتاكيت البلدي اللي هم مات منهم ايه واحد دلوقتي. لا هو اللي مات على فكره ابيض، ابيض يا جماعه. استنى من البيض، نقفل الباب بس الاول عشان ايه هيتشاقوا بقى وهيجروا. بصوا اللي مات ده من الكتاكيت البيضة، الكتاكيت البيضة. يلا الحمد لله، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. تعالوا بقى نقوم البطة كده ونشوف هي طلعت لنا حاجة كده، عشان كان فيه اللهم صل على النبي، كان فيه بيضة بطاية هتخرج خلاص، عشان انا ايه نقلت بيض من تحت البطه اللي هي اللي كانت راقده في الاوضه. اللهم صل على النبي، سمي بالله. طبعا ايه مفيش حاجه طلعت، ممكن يكون هنا او تحت ال اهي. بصوا يا جماعه، بصوا اهي نقرت اهي، انا حطها هنا نقرت. الله يسامحك، اول ما طلعك تعملي حمام كده ده انت مقرفه. اول ما حطيتها تحت البطه تاني يوم نقرت، الحمد لله هتطلع النهارده بامر الله. فطبعا ايه عايزه اخلي بالي منها عشان اول ما تطلع اروح واخداها. ليه بقى؟ عشان مفيش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خش يا حاجه، يلا خش، يلا خش على ايه، على ولادك. المهم اللهم صل على النبي، انا حاطه لها دي عشان هي بتحب تنام في هدوء كده، تبقى الزغلول ده بقى اللي هو اللي اسمه جمعيات يا جماعه، ده زغلول جمعية. اللهم صل على النبي. ودي برضو زغلولة بس النتاية تبقى ضعيفة شوية عن الحمام. المهم اللهم صل على النبي. طبعا هما بياكلوا لوحدهم، يعني الحمام بدأ ياكل لوحده، كانوا زغلول كنت انا باكلهم بدأ ياكل لوحدهم الحمد لله. هنحط بقى ايه اكل للفراخ دي كمان دلوقتي بالمرة كده، نحط لها اكل. ناخد بقى العلب بتاعتهم دي عشان احنا عايزين بقى نحط لهم، اللهم صل على النبي، نحط لهم بتاع الاكلات الكبيره بقى، الاكلات الكبيره ناكلهم فيها. طبعا جبت لهم الاكل اهو، انا بطلع حبه بحبه. طبعا ده يا جماعه فيتامينات كان مديها لي بتاع الفراخ. الفيتامين ما بيتحطش من اول يوم يا جماعه، اللي اكتشفته ان الفيتامين بيتحط بعد المضاد الحيوي بخمس ايام. هو مديني جدول بصراحه ربنا ما شاء الله حلو جدا، امشي عليه يعني ايه خطوات خطوات كده. المهم اللهم صل على النبي، ده مضاد حيوي اللي هو ايه تنفسي ومعوي كذا حاجه في بعض يعني، ما شاء الله جميل جدا. ودوت فيتامينات. النهارده طبعا اليوم الخامس، بعد اليوم الخامس يعني النهارده احط ده اخر يوم في، كانوا ازازتين، اليوم الخامس احط من ده النهارده بس، وبعدين نحط ايه الفيتامينات لمده ست ايام، وبعدين نرجع بقى ايه ناخد نحط بقى مضاد سموم، مضاد سموم عشان نغير ايه العلف. تعالوا بقى نحط لهم ياكلوا. معلش التليفون فصل مني وانا بحط في الكيس. تعالوا بقى نقسم لهم على الطبقين. ده اللي هو يا جماعه اللي هو البادي، اللي هو العلف البادي، المرحله اللي هي ايه
الرفيعه. اللهم صل على النبي. انا حاطه معاهم 4 فرخات 4 كتاكيت بلدي وثلاث بطاط، وحتى معاهم 3 ديوك وثلاث روميات صغيرين، 3 كتاكيت رومي، عشان كله سن بعض. فانا ايه حطهم مع بعض، مش هيضروا بعض في حاجه ان شاء الله. اللهم صل على النبي. حطنا لهم اكلهم بقى، حبه الميه دول بس يخلصوا عشان فيهم دواء، ما ينفعش ايه نرميهم يشربوهم وارجع ايه احط لهم من المجموعه دي اللي هي، لا اللي هي المضاد الحيوي ده بس ده النهارده. بصوا يا جماعه انا ما صورتهمش معاكم دول خالص من اول يوم، بس انا يعني بصوا هي جت كده بالصدفه، لقيت الراجل ده جايب كتاكيت حلوه، قلت ايه هجرب ايه اخد منه ايه شويه، مع ان شهر 7 انا قلت لكم لما جبت الفراخ اللي فاتت قلت لكم شهر 7 بلاش يا جماعه نجيب فيه فراخ، هو شهر 8 بس. لقيت بصراحه ربنا الناس عماله تاخد، قلت والله لا اجرب ايه كتكوت ده عشان اول مره اخد من الراجل ده بصراحه ربنا. بس ان شاء الله يا رب ايه هيبقوا كويسين بامر الله. انا حطيتهم كمان على السطح، يعني بصوا ضحيت لحد فين، قلت على السطح بقى ايه جو حر مش حر انا ونصيبي بقى، عشان تحت كاتمه برضه، هو تحت طراوه بس كاتمه بصراحه ربنا. المهم اللهم صل على النبي. تعالوا نروح بقى نشوف بقيه الطيور. تعالوا بقى نجيب اكل الفراخ البلدي، نحط لهم اكلهم بالمره. طبعا انا باكل ايه زي ما انا معاكم على طول ماشيه، ايه اللي عندي بحطه للطيور. عندي النهارده دوره خشنه متشوشه بس خشنه، هحط منها للفراخ البلدي. تعالوا نفتح بس عشان دول اول ما بنفتح لهم بيروحوا ايه منطلقين على بره على بره. بسم الله بسم الله بسم الله. شفتوا زي ما بقول لكم يعني واحده طلعت اهي. طبعا حاطط لهم حبه ذره، انا بكترش قوي يعني بحط ايه حاجات معقوله عشان الفراخ ما تسمنش معايا وتزيد. تعالوا نشوف فيه بيض ولا ما فيش. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم بارك. احنا لسه طبعا ايه الظهريه يا جماعه، انا فراخي اصلها خواجات خالص ما بتبيضش ايه يعني ما بتبيضش بدري، بتبيض متاخر شويه. هطلع لهم بقى كمان شويه، حط البيضتين سخنين هم لسه بداوا يا دوبك كلهم هيبداوا البيض. طبعا اللهم صل على النبي شويه كده. عايزه اوريكم ما شاء الله حجم البيض. اللهم صل على النبي يا جماعه حاجه جميله. الفراخ لما بتبقى عتقه كده بتجيب لك بيضه ما شاء الله، تبقى بيضه جميله. معلش انا اسفه على صوت التهليل دوت، هم عايزين كده هيبيضوا ده بيهللوا كده، يا اما في فرخه بترق عايزه ترقد. يا رب كرمنا كده الفرخه الصوده دي، انا شاكه ان هي عايزه ترقد بصراحه ربنا، عشان راحت رقدت على البيض وهي ما كانش عليها بيض اساسا، ما ماليش عليها بيض، فاحنا هنتابعها لو رقدت يبقى خير وبركه. رقدتها ايه على رقده فراخ كده على وش ايه بيض فراخ، يعني طلع لنا ما شاء الله. مسافه ما خرجت من الاوضه كله خرج ورايا تاني، هدخل كل الطيور دي تاني في الاوضه. بصوا الديك الرومي ما اعرفش بينه وبين البط ايه، بصوا بصوا هيموت البطايه اللي هي قايمه ايه لسه قايمه من على البيض. طبعا هدخلهم كلهم، هي بخليها على السطح شويه بس تملك صحتها كده، عشان لما دخلتها امبارح الذكر بصراحه كان هيموتها هو الديك الرومي ده، فندخلهم جوه احسن. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. بصوا التليفون قرفني عمال يفصل كل شويه. تعالوا بقى نخش عند البط والحمام كده نشوف ايه الاخبار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزه اقول لكم المنيارين دول يعني فكوا ازمه جامده عندي. بصوا وسعوا الاوضه ازاي، بصوا يا جماعه الاوضه بقت قد ايه، يعني كل دوت كده امبارح انا بوشته بالميه ومسحته كله امبارح. تعالوا اكلهم بقى عشان هم ايه اللهم صل على النبي. عندنا طبعا انا عايزه اشوف كان عندي جزء غليل امبارح حطيتهم في ال، حطيتهم انا بصوا مير يعني كل حاجه ايه عملت في نفسها يعني حاجه ايه مكان، بس لسه ما حطيتش الطواجن يعني هم ايه خدوا اماكن كده بس لسه انا ما حطيت لهمش الطواجن. تعالوا نشوف ده ايه، ده اللي هو اللي اسمه ايه اللي الحمام اللي عنده شرابات في رجله ده، استنى انور الفلاش. ده اللي هو كنت جايبه جوز اللي هو فيه شربات في رجله، انا مش كنت جايبهم بصراحه عجبوني جابهم، بس واحد منهم مات. اللهم صل على النبي. تعالوا هنا مفيش حاجه مفيش، بعدين نشوف في بيض ولا مفيش لسه، يمكن وش البنير الجديد حلو. تعالوا نبص تحت بقى هنا كده. اللهم صل على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا هنا جوز رائد اهو ما شاء الله اللهم بارك، وعندنا هنا برضو جوز رائد، بس انا يعني كان عندي بصوا بقى كان عندي حمامه باضت فاخدت البيض ده حطيته تحت دي، ما اعرفش بقى هطلعهم ولا لا، اما نشوف.
طبعا انا سايباها بقى ايه، هي رقده حطيت لها واحده، يعني هي كانت البيضه الحمامه الثانيه كانت بيضه بيضه، فانا حطيت لها ايه واحده من الواحده اللي كانت بيضه. قلت مش معقوله ايه هرقد اهو. بصي جوز الزغاليل اهو، كنت خايفه عليهم قوي عشان يعني امهم مش عارفه بقى هتعرف تاكلهم ولا عشان المكان يعني. المهم اللهم صل على النبي. ودوت يا عيني محبوس، اطلع. طيب تعالي، بصوا محبوس من امبارح وانا مش واخده بالي، معلش بقى تعالى حبيبي معلش. والله الواحد بيزعل لما تبقى ناسي حاجه يا جماعه كده. انا نسيته خالص امبارح الكتكوت الرومي ده. يا ربي الحمد لله. تعالوا نبص على الفرخه بقى نشوف طلعت لنا حاجه كده، عشان انا كنت حاطه تحتها زي ما قلت لكم هي والبطه نقلت البيض تحتها، هي برضو هتتجنن. بصوا عايزه تقوم تاكل. يلا يا حلوه تعالي، يلا يا بيض، يلا قوم يلا قوم كل. اللهم صل على النبي. طبعا لا مفيش حاجه، هو البيض بتاع الفراخ زي ما هو اهوت. ربنا يهديها لنا يا رب ويطلعهم يا رب على خير يا رب. اللهم صل على النبي. تحتيها 11 بيضه يا جماعه، تحتيها ما شاء الله 12، لا هم دول خمسه، خمسه هم، استنوا خمسه هم وخمسه هم، يبقى 11 بيضه. حلوين قوي حلوين. انا ممكن احط لها تاني بس لا مش عايزه ازود لها عشان ايه الفرخه ما مت... يعني تطلعها تسيب لها القفص مفتوح. هنحط لها القالب تالي عشان يحكم البيض كده في جنب ما يجريش منها كده ولا كده. ده طبق بلاستيك عادي جدا اهو. بس عايزه اقول لكم لما شلت امبارح بقى وعملت يا جماعه تنظيف في الاوضه، بصوا انا بنضف هدوكم بتشوفوني بنضف، بس التنظيف من على الوش زي ما بتشيلي على الارض. يعني اللهم صل على النبي، انت لما بتشيلي من على الارض بتلاقي بتكتشفي بلاوي. يعني انا جريت الطوب وجريت القفص دوت طبعا، وشلت القفص الطبق وفضيته، لقيت بقى بدايه اللي هو السوس، عارفين السوس الصغير ده. مسكت الاوضه امبارح قلت لا ما بديهاش، حتى الحيطان بالنص كده غسلتها، بقيت ارش ميه وادعك بالمقشه، فكيت المقشه وبقيت ادعك بيها. المهم يعني عشان ايه افوق الاوضه. الحمد لله الاوضه تحس ان هي بقت يعني اتنفست، خدت نفسها ما شاء الله. النظافه يا جماعه ما فيش، يعني نظافه جميله جدا. اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب. عندنا الرومي بتاعنا كبر اهو بقى شربات خالص، ربنا يبارك لنا ويبارك للناس كلها. تعالوا بقى نطلع ناكل ايه اللي هم على السطح بره. الحمد لله عودت الرومي ياكل مع البط، وعودت البط ايه عشان بس الصوت اللي من الارض، فبداوا يتعودوا على بعض الحمد لله. هنبدا بقى نجيب الطواجن بتاعتنا ونحطها للحمام، عشان كل دور احط فيه طاجن، احط فيه طاجن لحد ما ازود لهم، وما كده هيبقى ناقص لسه طواجن. هحط لهم انا اللي عندي دلوقتي لحد ما ربنا يسهل، عشان لو في حاجه عايزه تبيض تبقى ايه المكان بتاعها يعني فيه الطاجن بتاعها. المهم اللهم صل على النبي يا جماعه. عايزه اقول لكم البط اللي هو اللي هو المسكوفي ده يا جماعه، اللهم صل على النبي، عايزه تربي بط ربيه في الضله جوه، ما تربيهوش بره على السطح زي ما قلت لكم قبل كده، عشان انا لما الحاجه بتبقى كويسه معايا بحب اقول لكم عليها عشان برضو تستفيدوا منها. يعني عشان في اخطاء بتحصل عندي فمش عايزاكم تجربوها. الواحد بيزعل لما الفراخ تقول بيجرى لها حاجه، بزعل جدا والله. اللي على السطح كان خاسس عندي جدا لما ذبحته، يعني كان هو كان يعني وزنه ما كانش واحد، بس برضه الذكوره كانت ممكن تشيل اكتر من كده. فاللهم صل على النبي، اللهم بارك. احنا عندنا حاجات هنا زي الورده اهي، يا رب يبارك لنا ويبارك للناس كلها. هنطلع بقى ناكل اللي على السطح كلهم. طبعا اللي على السطح دوت احنا هنخلي منه جزء وهنذبح منه جزء، هنبيع منه زي ما هنتصرف لسه. بس دوت ان شاء الله هخليه لما يشيل معايا وزن كده، لازم اشوف المسكوفي دوت هيوصل معايا الاوزان قد ايه. هي النوتي معروفه ما بتشيلش اوزان كتير، يعني اللي عندكم في الوش دي نتايه اللي واقفه جنب المانيار دي، واللي جايه هناك دي نتايه. لكن بصوا اللهم صل على النبي، الذكر اهوت واللي واقفين هناك جوه جوه دول في الاخر ذكوره برده، ما شاء الله حاجه يعني تفرح بصراحه ربنا. يعني عندكم اللهم صل على النبي ذكرنا واقفين جنب بعض. طبعا هي الفرخه بتقول بصوا مشتاقه للارض، بتقعد تدعك في جسمها في الارض كده يا عيني، بتتخانق بتاخد حقها منهم، عشان هم برضو لما بترقد على البيض ما بيسيبوهاش في حالها يا عيني. هي عايزه ميه، عايزه ترطب جسمها. هروح انا اجيب شويه ميه. بصوا بتعمل في الارض اللي هي المبلوله ازاي، هجيب لها انا شويه ميه من بره عشان ترطب جسمها قبل ما تخش على البيض وكده. ربنا ايه يا رب يطعمنا خير كده ويطعم الناس كلها. وحبايب قلبي اسلموا لي كلكم على تعليقاتكم الجميله ولايكاتكم، بس شدوا حيلكم في اللايكات، اللايكات ضعيفه جدا يا جماعه والله. برضو سبب من اسباب كبيره ان انا ما بصورش بسبب ايه اللايكات قليله، والقناه ما فيش تفاعل عليها جامد، فبرضو ايه يعني تحس ان حاجه زي قلتها كده لسه ايه ما جابتش ولا الهوا لسه. فادعونا بالبركه حبايب قلبي بالله عليكم. تعالوا بقى نحط البط ده ياكل بالمره وننزل، عشان ايه عايزه ارش لهم السطح قبل ما انزل كده.
عايزه ارش السطح وارطبه لهم عشان الجو حر، وعن فرصه ان الميه شغاله. تحت الدهوريه دي اهتم بالموضوع ده بالذات، لو عندك سطح كده وحاطه الطيور عليه رطبي السطح عشان الطيور ما تتعبش معاكي. الحمد لله الميه، بصوا الميه يا جماعه دي بس ده. بصوا كمان انا برش السطح كده، يعني لو في اي حبه حاجات كده فضلات او حاجه بازحها بالخرطوم ده كده عليها، منه برده ايه بترطبي السطح ومنه بتنضفيه اول باول كده. حبيت اعمل معاكم الروتين السريع ده كده، تنظيف السطح اهوت على طول على طول، والاكل واكل الطيور ده اليوم العادي يا جماعه اللي انا ايه كل يوم بنعمل كده عند الطيور. يعني مش هنعمل ايه افتكاسات جديده، هو الناس كلها اللي عندها طيور كده بتفتح تاكل طيورها، تنضف سطحها، دي الحاجات الطبيعيه اللي بتعملها ايه كل طيور. واشوفكم ان شاء الله كده على خير في فيديو جديد بامر الله. حبايب قلبي تسلموا لي كلكم. بصوا بقى الجمال، رشينا لهم السطح اهو وظبطنا لهم الدنيا وخلينا الدنيا بقى ايه تروى كده خالص، كله بقى كده ايه يبقى جو حلو كده، الطيور ما تتعبش وما تزهقش معانا. وفتحنا لدول برده ونضفنا لهم ايه الحته الصغننه دي القريبه دي عشان بس الفراخ البلدي يخش لها ايه الهواء ما تبقاش مخنوقه، واكلنا الفراخ البلدي واكلنا كله والحمام والحمد لله. ننزل بقى ونطلع لهم ايه بالليل، المغربيه مش بالليل، المغربيه كده او العصر. يلا باي باي يا حلوين.